تعرف محطة يوستن وسط لندن من ازدحام الركاب اليوم. هذه المحطة عادة ما تعج بالمسافرين من وإلى لندن. تضرب النقابتان الرئيسيتان للسكك الحديدية عن العمل اليوم بمشاركة عشرات الآلاف من السائقين، وذلك بسبب خلاف مستمر حول الأجور. إضرابات القطارات هذه تسببت في خسائر تجاوزت 5 مليارات جنيه استرليني العام الماضي، وصلت أحياناً إلى خسائر بقيمة 25 مليون جنيه استرليني خلال يوم واحد فقط. الأمين العام لإحدى النقابات المضربة وضع اللوم على الحكومة واعتبرها المتسبب الرئيسي لمعاناة الناس والموظفين. لن تعمل العديد من شركات القطارات، ومن المؤسف اتخاذ هذا الإجراء. لا نريد أن نؤذي المسافرين، لكن بعد سنوات دون زيادة في الرواتب ليس لدينا خيار آخر. سائقو القطارات عادة ما يتقاضون رواتب بمعدل 45 إلى 60 ألف جنيه استرليني سنوياً، رواتب لا تأخذ بعين الاعتبار التضخم الحاصل في البلاد. هذا الإضراب ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير طالما تتمسك الحكومة والنقابات بمواقفها من زيادة الأجور، ويبقى المسافر هو الخاسر الأكبر وشؤونه هي الأكثر تأثراً وسط هذه المعادلة. من لندن، عروب عبد الحق، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.